وأنا بتفرج على السوشيال ميديا لفت نظري فيديو لسيدة جميلة قدامها وجبات كتير. افتكرت ده محتوى عن الطبخ في الأول، لكن لما دخلت البيج لقيت إن المحتوى جديد جدا، يمكن أول مرة يصادفني، وخصوصا إنه محتوى قايم على الخير والعطاء وعن الإطعام تحديدا، وده اللي خلى صاحبة المحتوى ده يكون ليها دور كبير إنها تساعد ناس كتير محتاجين. الجميل في الموضوع انه عمليه توزيع الاكل بتكون بمنتهى الرقي والسهوله، وده اللي خلانا نقول لازم نستضيفها وتكون معانا عشان نعرف منها القصه بكل تفاصيلها. منورنا في الاستوديو الاستاذه رشا مجاهد صاحبه بيج لقمه خير. ازيك يا رشا؟ اهلا بيكي ريهام. انا مبسوطه ان انت جيتي النهارده. انا مبسوطه ان انا معاكي النهارده. ميرسي يا رشا. انا اول حاجه طبعا هسالك عليها، ازاي جات لك فكره لقمه خير؟ بصي، الموضوع بدا معايا من 2006، تمام؟ وكان بمنتهى البساطة، كنت رمضان 2006 نازلة أنا وجوزي بنفطر برا، كنا رايحين سيدنا الحسين يعني. أوكي. وقال لي زودي شوية وجبات كده ناخدها، يمكن يكون في حد مش مع أكل وكده فيفطر معانا. عملنا الوجبات وخدناها ووزعنا على الناس اللي كانت حوالينا يعني، وقعدنا كده جنب الناس نفطر معاهم في الشارع كده على الرصيف. يعني كان أول مرة، ما كنتش متخيلة أن أنا أقعد على الرصيف بصراحة. قعدنا وفطرنا ولقيت الناس مبسوطة جدا، فلقيت نفسي ان انا عايزة اكرر الموضوع تاني، ان انا اعمل تاني الموضوع ده، اعمل وجبات تاني واطلعها. ولقيت بقى ان انا يعني ايه، مش عارفة ابطل يعني، انا بدأت خلاص رجلي جت في الموضوع ومكملة، كل مرة الاقيني بعمل وجبات وانزل اوزعها في اي حتة بقى، لحد ما حصل كده ما بيني وما بين المطبخ علاقة جميلة. ايوه. وانا المطبخ ده والله ما كنتش بقدر اقف اصلا فيه اكتر من 5 دقايق يعني، بسبب تستحمليهوش؟ ان لا، كان عندي دوالي جامده جدا في رجلي، فما كنتش بقدر اقف فتره طويله. بس سبحان الله، بعد الحركات اللي انا كنت بعملها او الاطعام ده، لقيت الموضوع سهل وخفيف عليا جدا، ورجلي عادي، لا انا بقف ما فيش اي مشاكل، الدنيا لا خفت وراقت. ولقيت نفسي مكمله بقى يعني، لقيت اكني يعني ربنا بيقول لي ان في اسرار بيكتبها على اللي بيعمل لقمة بيطلعها المحتاج. أوكي. فكملت، ومن ال10 وجبات الموضوع بقى يكبر يعني، أو من ال10 حاجات اللي احنا عملناها كانت عيش ولحمة على فكرة، ما كانش حاجة يعني وجبة بشكل بقيت أعمل وجبات. السنة اللي فاتت رمضان، السنة اللي فاتت قبلها على طول كنت نازلة أخد ورشة كده لصناع المحتوى في مكان ما، فجم اخر الورشه قالوا لي يا رشا قولي لنا فكره برنامج، احنا خلصنا الورشه اتعلمنا فيها كل حاجه، لو عندك برنامج هتحبي تقدمي ايه؟ فقلت لهم انا اكتر حاجه بتبسطني وبستريح فيها ان انا اعمل لقمه واطلعها لحد. كان قبلها بقى جوزي عمال يزقني، اعملي شجعي الناس، طلعي المحتوى بتاعك البسيط، خبرتك الطويله في الاطعام او الوجبات خلاص انت عرفتي تظبطي كمياتك، فقولي للناس الكلام ده وطلعي ده في شكل برنامج. فقلت لهم انا عندي برنامج اسمه لقمه خير. واول ما عرضت بقى الافكار بتاعتي اللي انا عايزه اطلع بيها البرنامج اتحمسوا جدا، ولقيتهم معايا وقالوا لي ايه، احنا معاكي مكملين بقى، احنا هنيجي نصورك. كان فاضل 2 اسبوع على رمضان، وانا كنت محضره ساعتها وعامله بقى ميزانيه كده وسايباها للاطعام لشهر رمضان. اول اسبوع صورت فيه كان اول لقمه طلعها من رمضان، جم وصوروني ولقيت الدنيا مشيت، انطلقت يعني، لقيت اقبال غريب من الناس، ان فكره المحتوى اكني الناس كانت محتاجه دفعه بس كده ان هي تعمل. طبعا شهر رمضان شهر خير طبعاً، كتير والناس بتحب تعمل فيه، فلقيت الموضوع الحمد لله ماشي، وبعد رمضان لا ده مشي اكتر، فالحمد لله الدنيا مشيت معي. بس هي بدات من الوجبات البسيطه اللي احنا نزلنا نوزعها في الحسين. بعد بس طيب،